واحد السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الجديد اللي هي كيكه ديال الشموع، اقتصاديه ورقيه في نفس الوقت. ان شاء الله نبداو على بركه الله. اللي كنحتاجوا فيها في المقادير جوج بيضات، كاس ديال العنبه ديال السكر، واحد الياغورت بنكهه البنان، جوج معالق كبار ديال بودرة الكاكاو المر، واحد الخمارة من وزن 15 غرام، كاس لاروب ديال الزيت، والدقيق كنحتاجو على حسب النوعية ديال الدقيق، يعني جوج كيسان لاروب. كنجيب واحد الإناء اللي كنديرو فيه البيض، من بعد كنضيفو ليه السكر وكنطربو مزيان حتى كينسجم لينا البيض مع السكر. انا دائما كنستعمل الطراب اليدوي كيما كتشوفوا، حتى كيطرب لينا البيض. من بعد كنضيف ليه الياغورت اللي كيبقى اختياري، اي نكهه بغيتو. كنخلطو مزيان حتى كينسجم الياغورت مع العناصر، وحنا في استمرار التحريك كنضيفو العناصر الزيت. من بعد حتى كتنسجم لينا الزيت مع الخليط مزيان، ومن بعد كنضيف ليها الطحين والشوكولات بودرة والخمارة، يعني بالتدريج. كندير الدقيق كنديرو في واحد الغربال حتى كنغربلو مزيان، والشوكولات باش ما يكونش لينا مكور الخليط. وحنا كنخلطو كنضيفو في العناصر حتى كتنسجم لينا مع بعضياتها. هو الخليط من بعد ما انسجم ليا، دابا كنجيب واحد المول اللي القطر ديالو 22 سنتيم، اللي كنفرش فيه القاغط ديال المطبخ، وكندهنو من الجوانب بالزبده والطحين. كنفرغ فيه الخليط، ودائما الخليط ديال الكيك فاش تبغي تفرغوه في المول يعني ترفعوا الاناء الى الاعلى باش كيدخل ليه الهواء وكيجي الكيك منفوخ وزوين. دابا كندخلو الفران اللي انا سبق لي وشعلتو على درجه الحراره 180، كندخلو ليه حتى كيطيب الكيك ديالي. ودابا كندوز للطبقه الثانيه اللي كنحتاجو فيها 3 د الياغورت طبيعي او باي نكهه كتختاروا. انا درت نكهه البنان يعني كتعطي واحد الكو صراحه رائع. 3 د الكؤوس ديال الحليب المجفف، العبار بالكأس ديال الياغورت، وثلاثة المعالق ديال السكر سنيدة، يعني السكر كيبقى على حسب الذوق. كنجيب واحد الإناء اللي كندير فيه الياغورت، من بعد كنضيف ليه الحليب وكنضيف عليه السكر، كنخلط مزيان مزيان حتى كينسجموا لي العناصر مع بعضياتها مزيان.
صراحة أنا درت فيه اليوخت ديال البنان، البنان كيعطيه كو زوين. وانتوما كيبقى لكم على حسب الذوق، يعني تقدروا ديروه ناتور، تقدروا ديروه بأي نكهة كتعجبكم، كيبقى اختيارية. بعد ما كنخلطوه مزيان حتى كينسجم، كنخليوه على جنب حتى كنخرجوا الكيك ديالنا من الفران، يعني كيكون طايب. هو سخون، وكنكبوه وكنفرغوا عليه الخليط. من بعد كندخلو الفرن، اللي صراحة كنخليه الفرن كيكون طافي من التحت، كنخليه من الفوق، يعني كنخليه تقريبا 10 دقائق ماكسيمو، 10 دقائق. كنشوف الخليط بأنه ما بقاش جاري واقف، وكنخرج، يعني ما تغفلوش عليه، يقدر يتحرق. ودابا كندوز للتزيين، اللي كنزينو بالشوكولاتة الأسود. بعد العواد ديال القرنفل، من بعد ما كنخرجها، وهي يعني كنخليها حتى كتبرد واحد شويه، تقريبا واحد 5 دقائق. كنجيب واحد لي بوشون ديال القرعه ديال الماء، واي بوشون متوفر عندكم. كنبقى كنستفهم فوق منه، يعني كنخلي بيناتهم الفرق، يعني الحجم كيبقى على حسب المتوفر. انا كان عندي صراحه كبار كبار شويه، من الاحسن الا كانوا كبار شويه. من بعد كنجيب الشوكولاتة الاسود، اللي كنديرو في واحد الصفايه، او اي حاجه، او غربال، او حاجه متوفره عندكم. كنغطي الوجه ديالها مزيان بالشوكولاتة، يعني حتى ما كيبقاش يبان لينا الابيض. تنغطي كامل بالشوكولاتة الاسود. بعد ما كنغطيه بالشوكولاتة الأسود، كنرفع هادوك البوشون يعني بشوية حتى كنزولهم كاملين. كما كتشوفوا راه كيبقى يبان الإطار الأبيض. ومن بعد ما كنرفعهم كاملين، كنجيب العواد ديال القرنفل اللي سبق وذكرت معاكم، كناخدهم كنشد الرأس ديالهم، هو اللي كيتوالى الفوق، يعني كنديرهم على شكل الشمعات كما كتشوفوا هما الحبيبات ديال القرنفل. هذاك القاع ديالهم اللي فيه الرأس هو اللي كنولي لتحت، وكنزينهم كما كتشوفوا. صراحة راه كيجوا رائعين، وبقوا معايا ان شاء الله حتى نكمل التزيين ديالهم. يعني راه كنحاول نضغط عليهم بالقياس باش ياخذوا لافورم ديال الشمعة. صراحة كتجي رائعة رائعة، لا شكلا ولا مذاقا. من بعد ما كنسالي ليهم تزيين، كنحاول نزولها من الإطار، والإطار كنحاول نزولها منه يعني بمساعدة السكين، وكنديرها في التبصيل ديال التقديم، وكنقدموها. راه كتجي رائعة رائعة، لا في المذاق ولا في الشكل. ونتمنى ان شاء الله منكم تجربوها، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. والى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، وما تنساو تبارطاجوها مع الحباب والاصدقاء ديالكم. واللي اول مره كيدخل القناه ما يبخلش عليا بلي زابوني ولي لايك. والسلام عليكم.